شاهدوا هذا العجل الذكر وهو قاعد في الأرض وشكله الجميل والكيوت. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما شايفين دلوقتي قاعد هو في الأرض، يعني بصراحة حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. ده منظره وهو قاعد في الأرض، حاجة قمة الجمال وقمة الروعة. بسم الله ما شاء الله. حبيت أصور لكم هذا المنظر الجميل طبعا، وهو يعني حاجة نادرة إنك أنت أصلا تنظر إن هو قاعد في الأرض. بصوا يا جدعان عادة تلمسه لأن هو هادي جدا جدا. بسم الله ما شاء الله عليه، اللهم صل وزيد وبارك. بصوا وهو دلوقتي جام خلاص، يعني هو أصلا 24 ساعة يعتبر إن هو واقف كده. وحبيت أصور لكم إن هو كان قاعد. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.